السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بين قوسين، نناقش فيها انتشار الجريمة مع سيطرة الميليشيات على العديد من المحافظات اليمنية. منذ أن سيطرت ميليشيا الحوثي على صنعاء ومحافظات أخرى، لا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع فيه أخبارا عن جرائم بشعة يرتكبها البعض بحق أنفسهم أو أقاربهم أو جيرانهم. فما هو الدافع الحقيقي لانتشار مثل هذه الجرائم؟ وهل زاد معدلها بالفعل أم أن في الأمر نوعا من التهويل الإعلامي؟ هل غياب الدولة وأجهزتها هو سبب حدوث مثل هذه الجرائم؟ أم أن أجواء الحرب المشحونة بالخوف والقلق والتوتر وما تحدثه في المشاعر من آثار سلبية في النفوس هي السبب؟ هل يمكن أن تكون الثغرات القانونية التي تعفي بعض المجرمين من العقاب عاملا مشجعا على ارتكاب جرائم مثل قتل الأبناء؟ أم أن الأوضاع المعيشية وانقطاع المرتبات وانتشار الفقر والبطالة لها تأثير أكثر من غيرها؟ وما الذي تحمله الأيام القادمة للمواطنين؟ يعني هل نتوقع توقف هذه الأخبار وتحسن الأوضاع وردع المجرمين بقوة القانون؟ أم أننا سننتظر طويلا لنرى المزيد من الجرائم؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي عبر الأقمار الاصطناعية. معنا من مأرب الكاتب الدكتور يحيى الأحمدي، ومن القاهرة سيكون معنا عبر الهاتف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي السيد مصطفى نصر، ومن اسطنبول الناشط الحقوقي مصطفى الشامي. إذن أبدأ أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور يحيى الأحمدي. دكتور يحيى، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساك أخي شادي ومساء المشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا بك دكتور. يعني نتحدث اليوم عن انتشار الجريمة وازديادها، يعني خصوصا كلما طالت فترة الحرب يعني سمعنا جرائم أكثر وأكثر بين فترة وأخرى، يعني منذ أن سيطرت الميليشيات على صنعاء والعديد من المحافظات وتحديدا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، يعني هناك انتشار كبير للجريمة. يعني لو أتينا للحديث عن الجريمة وازديادها، أولا هل معدل الجريمة برأيك أو بمتابعتك الشخصية خلال هذه الفترة الماضية تجدها يعني بازدياد، أم أن في الأمر يعني تهويل وشغل إعلامي أكثر؟ حقيقة ربما من خلال متابعتي ومنذ أن عرفت نفسي في هذا البلد لم نكن نسمع عن هذه الجرائم التي يتسبب فيها ناس قتلوا يعني أحب ما لديهم، يعني ظاهرة لم تكن معهودة من قبل، لم يكن معروف لدى اليمنيين مثل هذه الحوادث التي لا شك أن هذه المرحلة كانت سببا رئيسا في حدوث مثل ذلك. كثير من اليمنيين أخي الكريم ربما لا يعرف الكثير من الناس طبيعة اليمنيين، طبيعة اليمنيين الذين نشأوا على عبارة النار ولا العار، يعني لديهم استعداد أن يدخل إلى النار لكن أن لا تصبح ابنته أو زوجته أو أحد من أقاربه يتسول. هناك ناس يموتون في منازلهم ولا يسألون الناس، ها طبيعة اليمني 5 سنوات والناس بدون مرتبات، بدون أمن، بدون رخاء، بدون سعادة، بدون يعني لقاءات، بدون أعياد، بدون مناسبات، كل هذه سببت هذا المصير الذي يمارسه كثير من الناس الذين لا أقول أنهم فقدوا الإحساس أبدا، لم يفقدوا الإحساس ولم يفقدوا الرحمة والشفقة، ولكن بعضهم ينطلق من منطلق الرحمة والرأفة. كذلك الرجل الذي ربما لفقوا قصة معينة بأن زوجته ذهبت إلى أهلها ومن ثم بناتها حاولنا الذهاب، لا يمكن أن يصدق العقل مثل هذه الأخبار. الخبر الذي وصل إلينا أن هذا الرجل وصل إلى درجة من الحاجة، من فكر أن هذه الفتيات ربما يخرجن للبحث عن لقمة العيش، فقرر أن يخلصهن من الحياة. نعم. وأن يبعدهن من العار الذي كما قلت لك أن شعار النار أو العار هذا الشعار الذي ربما يعتبره كثير من هؤلاء الجهلة. نعم. بأنه من
الكلام المأثور أو أنه حكمة يجب أن تتبع. نعم. يعني المعتقدات هي أيضا يعني سبب كبير في ما نشهده من جرائم دكتور، يعني خصوصا بأن ما ذكرته بأن الأمثلة التي استدليت بها هي سبب يعني كافي لأن يرتكب المجرم جريمته بمبرر معتقدات معينة. نعم أخي الكريم، أنا لو سألتك أو سألت المشاهد الكريم، كم سمعنا أن مدرسا انتحر مثلا؟ كم سمعنا أن رجلا عاقلا يقدم على ذبح طفله أو فلذة كبده؟ هذه لا تأتي فقط، هذه ليست كما قلت لك أنها انتزعت الرحمة، لكن الجوع الحاجة كل هذه الأسباب تسببت في ما يسمى بالحالة النفسية المتعبة أو الخلل الذي يحدث في التكوين الشخصي، فيقدم على مثل هذه الأعمال دون وعي دون شعور. نعم. ويفضل أن يذهب حتى بنفسه إلى الهاوية، فبدلا من أن يمد يده. 5 سنوات كفيلة بأن تجعل كثير من اليمنيين يقدمون على مثل هذه الأعمال التي يفضلونها على أن يمدون أيديهم أو أن تخرج بناتهم. كثير من اليمنيين إلى اليوم يمنعون بناتهم من التعليم خوفا عليهن. كيف يعني يمكن أن يتقبل أن تخرج ابنته أو زوجته لتمد يدها للناس؟ هم يفضلون هذا المصير ويفضلون التخلص من هذا العار كما يسمونه على أن يبقى. هناك مشكلة أخي شادي لو سمحت لي. نعم. كثير ممن عادوا من معارك الحوثي أقدموا على قتل آبائهم، أقدموا على قتل نسائهم، أقدموا على قتل أطفالهم. أحدهم ألقى بنفسه من أعلى شاهق في حراز، منطقة حراز، وحدثني قريب هذا الشخص بأنه ألقى بنفسه مع طفله من أعلى شاهق. ماذا نسمي هذا؟ هذه أليست آثار وتبعات هذه المرحلة؟ ما الذي يحدث؟ ربما أن هناك المصحات النفسية ربما تكشف عن هذا الموضوع من عن قرب، لكن هذا التحليل الشخصي، التحليل. نعم. السياسي هو تحليل منطقي لكثير من الحالات التي يقدم عليها كثير من هؤلاء الذين يتعرضون لكل أنواع أبسط مقومات الحياة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي دكتور، وسأرحب الآن بضيفي من القاهرة السيد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. أستاذ مصطفى، سعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. نتحدث اليوم عن انتشار الجريمة في ظل واقع الحرب في اليمن، هل يمكن أن نلقي باللوم على المجرمين أنفسهم أم أن هناك عوامل يمكن القول نفسية واجتماعية وأيضا اقتصادية يجب النظر إليها بعين الاعتبار قبل أن نلوم أو يعني نضع كل الملامة على المجرمين؟ بالتأكيد لا يمكن إعفاء المجرمين من أي جريمة يتم ارتكابها. نعم. لأن يعني النصوص القانونية واضحة في هذه المسألة، لكن كظواهر عامة، وهنا تأتي سلطة الدولة. نعم. ومسؤوليتها، وأيضا مستوى التأثر أو ما هي الأسباب الحقيقية لانتشار ظواهر معينة وتفشيها وتحولها من حالات إجرام فردية. نعم. قد تكون لأسباب نفسية أو غيرها، وتحولها إلى ظواهر اجتماعية تشكل خطورة كبيرة على الأفراد وعلى سلامة المجتمع والبلد ككل. وبالتالي هذه الظواهر بالتأكيد هي نتيجة لمسببات مشتركة، يجب على المعنيين بدراسة الوضع الاجتماعي أو حتى كل مؤسسات الدولة أن تعي وأن تدرك هذه المسببات الرئيسية التي تتولد عنها مثل هذه الظواهر. نعم. الغريبة والظواهر المتكررة التي تتحول من حالات إجرام فردي إلى حالات جماعية من الظواهر، ومنها مسألة الانتحار ومسألة قتل الأولاد وغيرها من الظواهر التي للأسف الشديد تصاعدت خلال المرحلة الأخيرة
وهي لها أسبابها المتعددة، لعل أبرزها موضوع الجوانب الاقتصادية أو المعاناة الاقتصادية التي يعانيها كثير أو معظم أفراد الشعب اليمني. وهي تفسيرها الاقتصادي بالتأكيد لا يمكن فصل الوضع الاقتصادي والإنساني عن هذه الظواهر، وبالتالي المسألة بحاجة إلى تشخيص علمي دقيق. وفي تصوري أن هذا التشخيص لن يبتعد كثيرا عن مسببات أو عن العلاقة ما بين هذه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعانيها الأسر اليمنية مع ارتكاب مثل هذه الظواهر أو تفشي مثل هذه الظواهر الغريبة وأيضا التي تحمل طابع جنائي. نعم، لكن سيد مصطفى، إلى أي مدى الدولة تتحمل مسؤولية فيما يحدث من جرائم، خصوصا بأننا نشهد يعني بين فترة وأخرى جرائم مرتبطة بالوضع الاقتصادي أو المرتبات أو أيضا بسبب انفلات أمني وما شابه؟ يعني بالتالي هنا هل تقع أيضا مسؤولية كبيرة تتحملها الدولة أمام ما يحدث؟ بالتأكيد، باعتبار الدولة هي معنية بحماية المجتمع من هذه أو بحماية المجتمع قبل الوصول حتى إلى هذا المستوى من الجرائم. نعم. وهذا يتطلب أنه يعني أهمية دراسة هذه الظاهرة والقضاء عليها قبل أن تتفشى، بمعنى القضاء على مسبباتها. فيما يتعلق بالملف الاقتصادي أو بالجانب الاقتصادي، بالتأكيد يعني حرمان الملايين من الناس من مرتباتهم الأساسية، حرمان الكثير من مصدر دخلهم، هذا بكل تأكيد ينعكس على مشكلات أسرية ومشكلات اجتماعية كبيرة جدا. للأسف الشديد لا توجد دراسات دقيقة حول مستوى مثلا حالات يعني الأمراض النفسية جراء هذه الأزمة الاقتصادية والمأساة الإنسانية التي تعانيها اليمن. أيضا كيف انعكست هذه الأحداث أو الأوضاع الاقتصادية على وضع الأسرة اليمنية؟ تجد أنه حالة التفكك الأسري تصاعدت بشكل مخيف خلال هذه المرحلة، وهناك مؤشرات في الحقيقة لا توجد دراسات دقيقة حول عددها، لكن مؤشراتها واضحة. هناك الكثير من التقارير نشرت حول هذا الجانب تشير بشكل واضح إلى هذه المسألة التي انتشرت بشكل كبير، مسألة التفكك الأسري جراء هذه المشكلات الاقتصادية، مسألة الطلاق، موضوع العنف، أيضا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإضافة إلى ذلك أيضا حتى مشكلات نفسية. يعني كثير من أرباب الأسر وأيضا حتى من ربات الأسر وصلوا إلى حالة نفسية نظرا للضغط للضغوط التي يتعرضون لها جراء الوضع المعيشي والإنساني الصعب الذي يعانوه. وبالتأكيد لا يتحمل المواطنين أو الآلاف من الناس لا يتحملون مستوى هذه الضغوط النفسية وجراء هذا الوضع الصعب، وبالتالي تصل إلى هذا المستوى وهذه الظواهر. أنا أقول أنه يعني واضح أنها كل هذه الجرائم التي نسمع عنها والجرائم الغريبة، وإن كانت موجودة حتى في الأوضاع الطبيعية لكنها بنسبة بسيطة وناتجة عن فعلا حالات شاذة في المجتمع، لكن أن تتحول إلى أرقام كبيرة فهذا يعني أنها نتيجة لظروف متشابهة قادت يعني الآلاف من الناس إلى نفس هذه الأوضاع ونفس هذه التصرفات التي يعني تنم عن أن هناك فعلا مشكلة أو مشكلة كبيرة تتعلق بالجانب الإنساني أو الحالة الاقتصادية والحالة المادية التي تواجهها الكثير من الأسر.
نعم. إذن سيد مصطفى تكرم بالبقاء معي، وأعود للدكتور يحيى الأحمدي. لكن دكتور أستاذنا، قبل أن أبدأ النقاش معك، سنذهب لنشاهد هذه المادة أو هذا الاستطلاع من تعز حول انتشار الجريمة، ونشاهد سويا هذه المادة. حصل في اليمن من سبب من تحات الانقلاب حق الحوثيين، والمشاكل هذه كلها التي تحصل داخل اليمن كامل هو سببها، يتحمل مسؤوليته وغياب الامن داخل البلاد، بل المناطق المحرره مسؤوليه الامن، الامن الضايع يعني هين. لا يوجد امن مثل الناس، البلطجه كثرت في كل مكان. منذ انقلاب الحوثي على الدوله شهدنا الكثير من الانفلاتات الامنيه في المجتمع اليمني، مما ادى الى نقص الامن وعدم استتباب الأمن في المنطقة واليمن بشكل عام. هذا بدوره شهدنا بعد ذلك الكثير من الأعمال التخريبية والإقلاق الأمني في المنطقة، وهذا أدى إلى نهب حقوق الناس، نهب الأراضي. الناس لا يأمنون في بيوتهم، على حقوقهم، على أملاكهم، لا في المدينة أو في القرى. العنف في اليمن هو السبب الأول والأخير، هو يتحمله الميليشيات الحوثي الإنقلابية الذي تم انقلابها على الدولة وعلى مؤسساتها. فالشرعية برضو تتحمل جزء منها، لأنها في المناطق المحررة ليس لها وجود كثير فيها، ولا فقدت السيطرة. الآن أصبح أنه فقد السيطرة المناطق المحررة بحدود 50%، لأنه ما في أي المؤسسة الأمنية لا توجد. العنف برضو سبب هذا المشاكل وسبب كل شيء، الناس يقتروا إلى أسباب إلى أتفه الأسباب. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من تعز، وأعود لضيفي الدكتور يحيى الأحمدي. يعني دكتور يحيى، هناك الكثير من أنواع الجرائم، وسنتطرق معا لتوصيفها لكل نوع على حدة. نبدأ بمسألة الجرائم المتعلقة بالأعراف القبلية. يعني ربما شهدنا في محافظة مأرب تقريبا قبل فترة قصيرة، هناك يعني شخص قتل شخص آخر وهو مقرب من قيادات، وبالتالي دخل العرف القبلي وخرج القاتل بريئا. وهناك قضايا كثيرة مشابهة لها، سواء في فترة الحرب أو ما قبلها. بمعنى العرف القبلي حينما يدخل في مسألة القضايا الجنائية والجرائم، وبالتالي يذهب بالقانون بعيدا ويحل محله العرف القبلي ويخرج المجرم بريئا. كيف تنظر إلى هذا الجانب، وما هي مسؤولية الدولة أمام حضور العرف القبلي في الكثير من القضايا؟ نعم أخي الكريم، إذا سمحت لي، نحن نتحدث عن هذه فعلا. هناك في ظل ما يحدث أو في ظل الحالة الأمنية هنا في اليمن يحدث مثل هذه الحالات، لكن دعني أتحدث في البداية عن أم الجرائم، ما حدث اليوم في صنعاء من إصدار حكم بإعدام 30 مختطف. يعني لا أدري كيف سيرى العالم مثل هذه المذبحة، ماذا سيقول العالم في مثل هذه المذبحة. 30 شخص اختطفوا من مقرات أعمالهم، وتم حتى أن الشرعية حاولت أن تفرج عن أسرى حرب مقابل إخراج هؤلاء المسالمين المدنيين الذين نتفاجأ اليوم بإعدام 30 شخص، إعدام مذبحة لم يشهد لها التاريخ مثيل بهذا الحجم وبهذا الكم، وفي يعني وبحق يعني بريئين نعرفهم جميعا، مجرد زملاء كانوا في مكان يكتبون الأخبار أو يتحدثون عن السياسة، ومن ثم يزج بهم في مكان ومن ثم يحكم عليهم بالإعدام. في هذه النقطة ممكن تكون مدخل للنقطة التي سألتني يا أخي الكريم. أقول بأنه للأسف الشديد هناك ممارسة ممنهجة، قد لا يكون الحوثي والمجرم فقط. أنا أحمل مسؤولية إذا سمحت لي أخي الكريم عبر شاشة بلقيس، هذه الشاشة التي تتيح للرأي والرأي الآخر أن يتحدث. أنا أقول بأن هناك مجرمون، بأن هناك
كثير من الذين شاركوا في هذه الجريمة، وهم الذين يروجون اليوم لما يسمى بالمعركة التي مع خصم هلامي، خصم لا وجود له، ما يسمى بما يسمونها يوم بالإصلاح ويوم بالإخوان المسلمين، ومن هذه المسميات التي للأسف الشديد أعطوا غطاء لإصدار مثل هذه الأحكام. هذا القتل الذي يجب أن يتوقف، هذه الشعارات الجوفة. نحن لدينا معركة للأسف الشديد مع الحوثي، لكن كثير من المواقع وكثير حتى من الزملاء العاملين في الإعلام الذين يروجون لهذه المسميات ويضعون ويضخمون هذا الخصم الذي كان بالأمس خصما سياسيا وتحول إلى خصم ضخم، وحاولنا أن نعطي المبررات لمثل هذه الأحكام القضائية التي لا يمكن أن تكون ما لم يكن هناك تعبئة مستمرة. وأنا أحذر وأقول بأن الحوثيين لن يحاكموا فقط مستقبلا بأنهم قتلا، إنما سيكون هناك رصد حتى لمن روجوا ولمن سهلوا لقتل زملائنا وأحبائنا وإخواننا الذين لم نشهد يوما أنهم مجرمون ولا أن لم يكونوا مهربي مخدرات ولا أن يحكم عليهم مثل هذه الأحكام. أعود إلى سؤالك أخي الكريم. بما أنك ضربت مثلا بمأرب، أنا عشت في مأرب ما يقارب 3 أو 4 سنوات. لا أخفيك أن هذه المحافظة ربما كنا نسمع عن ثارات مستمرة، كان هناك ثارات ليس في مأرب وإنما تنتقل حتى إلى محافظات أخرى. اليوم استطاع أبناء مأرب أن يعالجوا كثير من القضايا في هذا المجال. قد تحدث، أنا لا أقول بأن هناك يعني 100%، لكن هناك أحداث ربما لمأرب توازنات وقضايا أستطيع أقول تحتاج إلى دراسة موسعة. في مأرب القبيلة التي كنا نخاف منها أصبحت اليوم هي المأمن. القبائل التي كانت بالأمس مشهورة بأسماء وبأوصاف معينة، عندما اقتربنا منهم وجدنا هذا الأمر مختلف. تماما. لكن دكتور، بعيدا عن مأرب بشكل عام، القبيلة اليمنية بشكل عام بمأرب وغير مأرب، وحضور العرف القبلي والتحكيم، فكرة التحكيم في فترة من الفترات، وجدنا حتى الدولة دكتور، حتى الدولة كانت عندما يعني يكون هناك متمردين أو خارجين عن القانون تحدث اشتباكات ما بين الدولة وما بين هؤلاء المتمردين، في نهاية المطاف يحضر التحكيم القبلي ويذهب المجرم حرا طليقا ويغيب القانون، والدولة هي المعنية، كان بها مفترض أن يعني تطبق القانون بحق هؤلاء المجرمين، لجأت إلى التحكيم القبلي لكي يعني يتم الحكم بالمناصفة ويذهب المجرم في طريق آخر. يعني بالتالي نقصد أنه لماذا لا تحد الدولة من مسألة التحكيم القبلي الذي دائما ما يعطل القانون؟ نعم، هو الأعراف القبلية أخي الكريم ربما لها إيجابيات ولها سلبيات، يعني لا تذهب بعيدا إذا ما وضعت الصورة بمجملها. نحن اليوم في اليمن العادات والتقاليد والأعراف هي التي تسير شؤون اليمنيين اليوم، إلا في مناطق البسيطة فهناك فعلا هناك إجحاف بحق القانون، لابد من احترام النظام والقانون. ربما في آخر الأحداث التي شهدناها هنا في مأرب كان هناك وساطات تحاولت أن تحرف مسار القضية، ولكن أمام يعني صلابة وقوة القانون هنا والمحكمة التي أصدرت، كانت العملية هنا في مأرب الأخيرة تسير وفق النظام والقانون. هناك أمر من المحكمة، خرج بعض الناس لملاحقة القتلة الذين اعتدوا على رجال الأمن، وكانت معركة كبيرة وانتهت. طبعا كان هناك تدخلات، ولكن أقول في الأخير انتصر القانون. هو هذا المطلوب. لكن نحن عندما أتينا بالحديث على مسألة العرف القبلي دكتور، يعني حتى في إب، في محافظة إب، عندما تعتدي عناصر حوثية وتقوم بقتل مواطنين والناس يحتجون وتحدث يعني القضية تتحول إلى رأي عام، يأتي ليدخل التحكيم القبلي ويأتوا بأثوار، وبالأخير يعني يخرج القاتل حرا طليق. و هنا ما نقصده بشكل عام، يعني من قبل حتى الحرب كانت مسألة التحكيمات القبلية هي مفر للقتلة بأمور كثيرة، يعني هناك يعني يعفى مقابل أن يأتي الناس بثور ويعني تذهب أو يذهب القاتل حرا. نعم، هذه هي تبعات أخي الكريم. أنا لا أقول أننا أجوز مثل هذه، من وجهة نظري الشخصية أقول بأن
هو شيء مخالف للنظام والقانون، ولكن أنا أقول مع وجود الدولة، إذا ما وجدت الدولة ويعني بسطت نفوذها على تراب الوطن ستحد من هذه المشكلة، وسيكون النظام والقانون. اليمنيون اليوم تواقون إلى النظام والقانون، هم اليوم يبحثون عن الدولة. إذا ما عادت الدولة ستختفي كل هذه المظاهر التي ربما هي نتيجة عن ضعف. ماذا تريد من القبيلة مثلا في إب أو في تعز أو في مثلا سواء كان محافظات تحت سيطرة الشرعية أو الميليشيات الانقلابية؟ فأقول بأن هناك بعض القبائل، بعض الأسر لا تقوى على مواجهة، ربما لا تقوى على مواجهة الخصوم، فتضطر للموافقة، مع أن هذه ربما ليست في شأن، ليست في الطريق الصحيح الذي يقصده الذي أو النتائج المرجوة من تطبيق النظام والقانون الذي سيكون رادعا. لأنها إذا ما استمر مثل هذا الحال ستفتح شهية كثير من المجرمين الذين ربما يلجؤون إلى تصفية الحسابات الشخصية بعيدا عن القضاء، ومن ثم يكون لديه الوفرة المالية أو القبيلة التي تسنده، ومن ثم يدخل في مسألة التحكيم، وبالأخير يكون هناك فيها ظلم وأجحاف بحق اليمنيين، وتفتح أيضا مجال لممارسة مثل هذه الأعمال. جميل. والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جميل. نعم. شكرا دكتور، ابقى معي وأذهب الآن لضيفي السيد مصطفى الشامي، سينضم إلينا من إسطنبول ناشط حقوقي. سيد مصطفى، سعد الله مساك بكل خير. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساك أخي ومساء كل السادة المشاهدين ولضيفك الكريم أيضا. أهلا بك سيد مصطفى، يعني نتحدث اليوم عن انتشار الجريمة مع وضع الحرب والتي يعني باتت بازدياد من خلال المتابعة لما يحدث من جرائم بين فترة وأخرى، يعني هل تعتقد أن قدرة المجرمين السابقين، يعني قدرتهم على يعني الإفلات من العقاب والحصول على عقوبات مخففة يزيد ويشجع الناس على ارتكاب من المزيد من الجرائم؟ أولا أنا أعتقد أن الجريمة أيا كانت لها أسباب عديدة وكثيرة، لكن في اليمن نحن لنا حالة خاصة بعكس خلاف بقية الدول. في بقية الدول تتعدد مصادر الجريمة، يعني لا في اليمن مصدر الجريمة واحد. هذا الذي يجب في البداية أولا أن نتفق عليه، بأن الأسباب الجريمة ومعدل انتشارها في اليمن واتساعها كل يوم مصدرها واحد أيا كانت هذه الجريمة على الأرض اليمنية. أولا يعني هنالك جماعة يعني فاشية هي جماعة الحوثي التي أسست وتم إنشائها على أدبيات ومرتكزات عقدية تدعو إلى العنف والقتل، تشرع لكل هذه الأمور التي يخالفها القانون ويخالفها الشرع وتخالفها سائر العادات والتقاليد. مثلا نرى في الدول الأخرى قد يكون مثلا الإعلام مصدر من مصادر الجريمة، قد تكون مؤسسة من المؤسسات إما عسكرية أو أمنية مصدر من مصادر الجريمة، وقد يكون المجتمع نفسه يعني مصدر من مصادر الجريمة. لكن عندنا في اليمن كل الجرائم وانتشارها وارتفاع نسبة معدلاتها بين من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر كما نتابع في كثير من التقارير والمؤشرات الدولية، هذا المصدر مثل ما قلت لك هو يرتكز في جماعة الحوثي. طيب يعني السيد مصطفى، هل للقانون وضعف الدولة سبب في وجود هذه الجماعة التي مارست الإجرام الكثير على مستوى البلاد؟ أنا أريد أن أتسلسل معك في هذه النقاط. يعني مثلا لو قلنا أن الفقر سبب من أسباب انتشار الجريمة، جماعة الحوثي كان لها السبق الكبير جدا والضربات الوحيدة التي أدت إلى انهيار كلي للاقتصاد اليمني، نهبهم للبنك المركزي، نهبهم لكل المقدرات، اغتصابهم لكل المنشآت، كل هذا أدى إلى حالة فقر واسعة في المجتمع اليمني مما ساعد في نشوء الجريمة. لو انتقلت إلى سبب آخر مثلا وقلت أن يعني الوازع الديني سبب من أسباب تفشي الجريمة وارتفاع نسبة معدلاتها في اليمن، ترى أن الحوثيين لهم السبق الأكبر بشكل كبير جدا
في مطاردة الدعاة وتفجير المساجد وتفجير دور القرآن الكريم ومحاربة المصلحين والمرشدين في هذا المجتمع والتشجيع على ظهور المجرمين واللصوص والأصحاب السوابق من الجرائم وغيرها من الأعمال. لا ننسى أن يعني أن الحوثيين من ذو بداية إسقاطهم للدولة كان من أهم الأعمال التي قاموا بها فتح السجون في اليمن كلها القتلة والمجرمون. لكن يا سيد مصطفى، ما الذي شجع هذه الجماعة وجعلها بهذا الكبر وبهذا التأثير؟ ألا يعد غياب القانون منذ أن بدأت هذه الجماعة وأيضا ضعف الدولة سبب رئيسي فيما وصلنا إليه؟ سقوط الدولة أسقط كل شيء. سقوط الدولة أسقط صرامة القانون قبل أن تسقط الدولة. صرامة القانون قبل أن تسقط الدولة في الكثير من الجوانب. ألا يعد القانون مساهم فيما وصلت إليه البلاد من انتشار الجريمة سواء على يد الحوثيين أو يعني على مستوى الجرائم التي يعني تحدث بتلقائية، ويكون أيضا المجرم وفعل هذه الجريمة متوقع أن القانون لن يطاله؟ أنا لا أعتقد أن لو فهمت أنا سؤالك على هذا الشكل أن القانون ساعد في ظهور هذه الأشياء، لا أعتقد. إن عدم تطبيق القوانين والمواد القانونية والتشريعات الوطنية غيابها هو الذي أدى إلى ظاهرة انتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها في كل المجالات وفي كل النواحي. غياب القانون يعني هو البوابة الوحيدة أو نستطيع نقول المرتكز الوحيد الذي بسببه ظهرت كل هذه القضايا وانتشرت الجرائم في كل مكان وفي شتى يعني مجالات كثيرة. غياب هو مثل ما قلت لك بوابة رئيسية لكل المجالات. الأسباب كلها الأخيرة تعود إلى هذا المجال، لكن أن يكون القانون مثلا مثل ما قلت يكون مساعد في انتشار هذه الجرائم وارتفاع معدلاتها، لا أنا لا أعتقد هذا الكلام. يعني هناك بعض النقاط وبعض الجدل الذي يدور من بين فترة وأخرى في مسألة القانون، في مسألة أنه مثلا يحق لولي الأمر أن يقتل يعني طفله أو ما شابه، يعني هناك قصص كثيرة وما شابه لهذه القصص أيضا، يعني جدل كبير يدور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال يعني الحقوقيين والمهتمين أيضا بالقانون في مسألة القانون اليمني الذي ترك مساحة في هذا الجانب لارتكاب الجريمة. هذا ما قصصته. نعم، لكن هذا لو كنا في وضع طبيعي أعتقد أننا سنتطرق إلى مناقشة هذه الجزئيات، لكن نحن اليوم يعني في وضع غير طبيعي. نحن في وضع لا دولة، في وضع استثنائي وخطير جدا. تتعرض حياة الإنسان اليمني لسلسلة من الجرائم اليومية التي تشبه المشاهد اللحظية في كل وقت وفي كل ثانية وفي كل دقيقة. يرتكب الحوثيين مئات الجرائم بحق هذا الشعب في ظل غياب كلي لمنظومة القوانين. هذه الجزئيات لا نستطيع أن نقف عليها الآن إلا إذا كان الوضع طبيعي وإذا كانت القوانين العامة كلها مطبقة ولم يتبقى مثلا إلا هذه الجزئيات وهذه التفاصيل الصغيرة. أما أن يعني كبرى قواعد القوانين العامة ليس لها وجود، يعني ما لن نستطيع أن نناقش هذه التفاصيل في ظل غياب كلي لمنظومة القانون العام في اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك السيد مصطفى شامي ناشط حقوقي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك. وأعود لضيفي من القاهرة السيد مصطفى نصر. يعني سيد مصطفى، هل تعد هذه الظروف يعني الحاصلة حاليا بمثابة أسباب وجيهة للتخفيف من العقوبات على المجرمين تعذرا بما تمر به البلاد من أوضاع؟ بالتأكيد لا يمكن أن تعفي الأوضاع المجرمين من العقوبة التي يفترض أنها تقرها القانون، بل أن هناك مشكلة فيما يتعلق إذا ما في القضية التي أشرت إليها في قتل الأولاد وغيرها من الجرائم المتعلقة في إطار الأسرة. هناك إشكال قانوني في تصوري يحتاج إلى إعادة نظر وإلى تشديد في هذه المسألة أكثر مما هو موجود في التشريعات الموجودة، والتي ربما هناك أحكام فيها غير مغلظة على هذه الجرائم التي ترتكب.
رغم أنه كما أشرت سابقا هناك بعد نفسي واجتماعي وظواهر نشأت عن أسباب حقيقية في يعني في الواقع دفعت باتجاه تنامي هذه الظواهر، ظواهر ارتكاب الجرائم بشكل كبير خلال الفترة الماضية. ودراسات غير رسمية تؤكد أن أكثر من 5.5 مليون يمني يعانون من نوع معين من أنواع الأمراض النفسية جراء الحرب، هذا مقارنة ببعض التقديرات غير الرسمية التي كانت تتحدث عن 1.5 مليون فيما قبل الحرب الراهنة. وبالتالي كثير من هذه الجرائم هي ناتجة عن فعلا عن مشكلة أو عن ضغوط نفسية جراء الوضع الاقتصادي، الوضع المعيشي، الأوضاع الإنسانية الصعبة، وضع الانفلات الأمني وعدم تطبيق القانون كثير، وأيضا بعضه يعود إلى الوازع الأخلاقي وغيره والديني وغيره. فبالتالي يعني مناقشة مثل هذه القضايا لابد أن يكون بدراسة أسبابها والقضاء على جذورها التي أنتجت هذه الظواهر وعززت من تفاقمها في المجتمع اليمني. ونحن نعرف أن كثير من لا يوجد حتى يعني مساعدات الإرشاد النفسي والاجتماعي، يكاد يكون غائب حتى ما قبل الحرب، فما ناهيك عن المرحلة الراهنة. فكل هذا يعزز من هذه الجرائم التي ترتكب، لكن يعني قانونا بالتأكيد لا يوجد ما يعفي المجرم من ارتكاب أي جريمة في وقت في كل الأوقات. مسؤولية الدولة كما قلت أيضا هي في تهيئة أو تهيئة أو التقليل من دراسة هذه الظواهر ومحاولة عدم وصول محاولة منع هذه الظواهر من التفشي والانتشار. ونحن نتحدث الآن عن مناطق متعددة في ظل انهيار الدولة عقب يعني سيطرة جماعة الحوثي على الدولة وانهيار الدولة، بكل تأكيد هذا فاقم من الوضع كثيرا. نعم. وأصبح لكن هناك مسؤولية في الحقيقة أيضا على المنظمات الدولية التي تعمل في اليمن في هذا الجانب، يجب أن تنشط في هذا الجانب لأنه أحد الأسباب الجوهرية لانتشار الجريمة. أيضا المصلحين الاجتماعيين، التجار، كثير من القوى الاجتماعية يفترض أن تعمل على الحد من هذه الظواهر ومحاولة أيضا لا ننسى موضوع التكافل وموضوع التكافل بين الأسر اليمنية، ربما يحد إلى حد ما من انتشار وتفشي مثل هذه الظواهر الغريبة. أشكرك السيد مصطفى نصر، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع أيضا من العاصمة المؤقتة عدن حول انتشار الجريمة، نشاهد سويا. أسباب ارتفاع الجريمة ثلاثة أسباب، السبب الأول وهو انتشار السلاح بدون ترخيص، أصبحت الآن أي واحد عسكري أمني مدني كله معام سلاح، يروح يشتري قات، يروح يشتري ميش، يروح يشتري أي شيء يكون معه سلاح. هذا انتشار السلاح هذا ادى الى انتشار الجريمه والعصبيه، يعني اي على اي مشكله تحصل وضع شحن الالي وضرب يا بالهواء يا فوق الشخص نفسه. هذا الاول. الثاني انا اشوف انه غياب القانون وردع القانون، قوه القانون، المحاكم مغلقه، النيابه، الشرطه، كل شيء، يعني اصبح الان ما فيش قانون في اليمن او نقول في المناطق الجنوبيه، اصبح القانون منعدم أو يكاد يكون انعدم. نقص الوازع الديني والمخدرات وانتشار السلاح لدى الكثير من الشباب صغار وكبار، وعدم وجود أعمال لهم لكي تشغلهم، وتزعزع الأمن والبطالة، أشياء كثيرة من ضمنها هذه الحاجات. أسباب معدل ارتفاع الجريمة في المدن بسبب التزعزع الأمني وعدم الوازع الديني داخل البلاد والانفلات الأمني وعدم الآباء ما يهتموش بأولادهم داخل البلاد وانتشار السلاح والحبوب والمخدرات والأولاد مقدلين بالشوارع. إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من العاصمة المؤقتة عدن، وأعود لضيفي الدكتور ثابت الأحمدي. دكتور، هناك
يعني جرائم من نوع آخر، أو عفوا يحيى الأحمدي تصحيحا للإسم. دكتور يحيى، يعني هناك جرائم من نوع آخر، هناك مثلا يعني استقواء بالدولة، مثلا ناس محسوبين أو عناصر محسوبة على الدولة تنزل إلى وسط المدن وتمارس جريمة، وبالتالي تفلت من العقاب وتأتي بعد فترة، ونسمع أخبار بأنها نفس الأسماء يعني مارست نفس الجريمة. هنا تحديدا لو أتينا بالحديث لتعز على وجه التحديد، هناك أيضا السلطات بشكل عام، سواء سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين، هي سلطة الحوثيين التي النقطة التي ذكرتها في بداية الحلقة هو استغلال القانون، أيضا يعتبر جريمة استغلال القضاء وإصدار أحكام بحق أناس أبرياء، يعني هذه تعد أيضا جريمة. أيضا إغلاق المطارات أمام المرضى تعد أيضا جريمة. هناك أيضا الطرقات المدمرة التي يعني يروح ضحيتها عشرات المواطنين بسبب إهمال الدولة، أيضا هنا جريمة. هذه الجرائم كيف تفهم؟ نعم أخي الكريم، الحديث عن الجريمة في ظل الأوضاع الحالية يمكن أن تقسم إلى ثلاث زوايا. الزاوية الأولى، هناك جريمة شخصية يرتكبها الشخص بحق نفسه، وهذا نتيجة طبيعية للظروف التي اضطرت الشخص إلى أن يتخلص حتى من ذاته، أنا أعتبرها ومع ذلك اختلال في التوازن، اختلال في كثير، نعم نعم، ولا تعفي من العقاب هذا. نعم. المجرم لابد أن يحاسب، يعني نعم، سواء كان اعتداء على أقربائه أو اعتداء على من حوله. هذه كلها هذه جريمة يعني تظل في حدود الفرد. هناك جريمة أخرى وهي جريمة انتهاك القانون من الذين ينتهكون القانون، سواء كان سلطات الأمر الواقع كما سميتها، أو ما يحدث حتى في مناطق الشرعية. للأسف الشديد هناك ممارسات وترقى إلى جرائم، يعني الفرز الذي يحدث اليوم بين من يحاول أن يشيطن الشماليين أو يشيطن الجنوبيين، وما نعم، يؤدي ذلك إلى قتل وإلى اعتداء على ممتلكات على أشخاص إلى آخره. أيضا جرائم، وإن كان أولئك يلبسون زي الدولة ويتحدثون باسم الدولة، بالضبط، لكن في الأخير هي جريمة أمام القانون. إذا ما وجد القانون سيحاسب كل هؤلاء. هناك أيضا جريمة ربما خارجة عن إطار اليمنيين جميعا، وهذه ما يتمثل من شيطنة أطراف ومحاولة تشويه هؤلاء الأطراف، أيضا ما يحدث من حصار معين يعني في فترات معينة، ما يحدث من أخطاء، وهذه الأخطاء لابد أن تكون ضمن هذه الجرائم. فأقول هناك جرائم مركبة في اليمن، وكل هذه الجرائم هي نتيجة طبيعية حتى دكتور حصار المدن، للحالة التي حتى دكتور حصار المدن، هناك مرضى هناك نعم، مرضى نعم، يذهبون للسفر إلى الخارج بوضع صحي حرج، ويجدون أنفسهم محاصرون في مدنهم، لا نعم، يستطيعون الخروج ولا الدخول. هذه أيضا يعني جريمة تمارس من حق من يدعون السلطة. نعم، هناك جرائم تحدث كما قلت لك على مستوى الفرد، على مستوى المجموعة، على مستوى ضباط في 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 مثلا في مناطق معينه، على مستوى مشرفين للحوثيين الذين يقفون في الطرقات لا يكتفون حتى بمنع الناس من المرور وان كانت حالتهم مختلفه، لكن يصل الى حد القتل. هناك اذا فقط احد رفع صوته او احتج يتم تصفيته مباشره في نفس المكان. هناك جرائم كثيره لا تظهر للاعلام تحدث، وكل هذه الجرائم هي نتيجة للانقلاب الحاصل في البلاد ولغياب القانون. صحيح كان هناك ربما انفلات أمني معين في مناطق معينة، لكن ما يحدث اليوم هي فوضى يعني عارمة ربما في كثير من المناطق. هناك بعض المناطق للأمانة والحق يجب أن يقال استطاعت الشرعية أن تضبط مناطق كثيرة. نحن نتحدث عن محافظات مثل محافظات سواء كان في حضرموت أو في سيئون، ما يحدث من 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 بتحدث في حدود الـ الأمن الذي يوفره اليمنيون. هناك من أقسام شرطة، من الجيش، من الأمن، هناك كثير من الانضباط. هنا في مأرب أيضا بالرغم من ما يحدث في مأرب، هذه المحافظة التي ربما هي هدف أساسي للحوثيين، إلا أن هناك يقظة أمنية، الأمن هنا
مضبوط ولو تسأل أي أحد في الشارع هنا في مدينة دكتور هنا بأقل من دقيقة فقط داهمنا الوقت ولكن أنا أتحدى نعم داهمنا الوقت نعم. أعتذر منك ولكن في بأقل من دقيقة من تفضل. الذي يملك الحل وما هي الحلول وإن كانت حتى حلول تتناسب مع المرحلة الحل يا عزيزي يكمن في أن ترفع الشرعية صوتها أن تتدخل الآن الشرعية وتفرض وتتحدث باسم هؤلاء الملايين ملايين اليمنيين 30 مليون يمني معرضون للهلاك سواء كان من لم يقتل بقذيفة من لم يقتل بصاروخ من لم يقتل في المعركة يقتله المحاكم هذه التي جاءت التي غير الشرعية تقتله بهذه القرارات ربما نسمع غدا عن إعدام عدد من اليمنيين من لم يقتل بهذا وذاك اضطرت الحياة الاقتصادية والمعيشية إلى أن يفقد توازنه ويقتل نفسه هناك سيكون هناك ومن وبعض الناس يموتون جوعا أقول بأن الحل الأساسي أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه اليمن وأن تتحمل أيضا أن يتحمل أشقاء في التحالف العربي مسؤوليتهم التاريخية والأخلاقية والثالث أن تتحمل الشرعية مسؤوليتها وأن يرفعون الصوت كما رفع كثير من الأحرار واسمح لي أن أوجه لهم تحية نعم. الذين رفعوا صوتهم وتحدثوا عن ما يجري في اليمن من تلاعب ومن حرف مسار التحرير الذي صفقنا له بالأمس وتحدثنا عنه بالأمس يجب أن يعود إلى مسار التحرير والسعادة الشرعية التي ليست صعبة وإنما هي العراقيل المفتعلة التي تحدثنا وهناك وأقول بأن اليمنيين قادرون على استعادة دولتهم وقادرون على حسم الموقف فقط يريدون موقفا دوليا وموقفا رسميا من اقليميا وموقفا ايضا من الشرعيه التي تتحمل جزء كبير من هذه المسؤوليه. نعم اذا اشكرك جزيل الشكر دكتور يحيى الاحمدي كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من مأرب وايضا مشاهدينا في الختام اشكر ضيوفي اشكر الناشط الحقوقي مصطفى الشامي واشكر الاستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام والدراسات والإعلام الاقتصادي وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميلة إلهام عامر حتى نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله.